الجماهير العراقية تساند أسود الرافدين عشية مباراته مع كوريا. أنا هتفت هتاف قديم، أنا ما عندي شيء، أنا عراقي أحب منتخبي يصعد كأس العالم، وما سئت للمدرب كاساس. أتمنى للمنتخب يتأهل ونفرح كل العراقيين، 44 مليون 40 مليون نفرح، حلمنا هذا، حلم كل العراقيين يصعد الكأس العالم إن شاء الله. 2-1 للمنتخب العراقي، ولاعبين إن شاء الله قد المسؤولية. بس رسالة للمدرب شوي، لا تخاف، شد روحك، لأن تصريح اليوم ما يليق بالعراق، بأن كوريا منظمة وعدة تنظيم أفضل من العراق، وأنا جيت أدرب كوريا، هذا كلام انتهى. اليوم أنت واقف على منتخب اسمه العراق، أسود الرافدين. أكيد كابتن باتشو، إن شاء الله فوز عراقي 2-0. أقول أيمن يقول إن شاء الله، إذا مو 1-2 إن شاء الله هم أبطال، وقدها قدها إن شاء الله كأس العالم. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني. مباراة صعبة بكوريا، الفريق الكوري فاقد 3 لاعبين، أهم 3 لاعبين، البركة إن شاء الله بالموجودين، وإن شاء الله انتصار. تحية أخرى مشاهدي